مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوا هذا الحديث على المشاركه المغربيه في الالعاب الاولمبيه، وللحديث اكثر على الموضوع كيحضر معنا في الاستوديو الاعلامي الرياضي يوسف الشاني. سي يوسف، مرحبا بك معنا. تحيه ليك نهاد وتحيه لجميع المتتبعين. كي شفتي غادي نتكلموا اليوم على حصيله المغرب في المشاركه في الالعاب الاولمبيه باريس. المغرب اكتفى فقط بذهبيه وبرونزيه في هذه الاولمبيات، ما دارك فين كاين الخلل سي يوسف؟ يعني الخلل الى رجعنا تاريخيا، حنا ما واخا ماشي شي بلد اللي كنتالقوا في المنتديات الاولمبيه. كنظن كيبقى فينا الحال في حالتي الى ما خديناش بعض الميداليات في بعض الرياضات اللي ولفاتنا اننا نكونوا مثلا على الاقل بواحد يعني ميداليه ذهبيه جوج ثلاثه ولا نحاسيه ولا فضيه. وهنا نخص بالذكاء رياضه العاب القوى وكذلك الملاكمه، هادو فقط هما اللي كانوا كيعطيونا شيئا ما بعد يعني الاطمئنان على يمكن المغرب غادي ما يخش هو في الوفاد. دابا مع مرور الدورات حتى هاد المساله ديال العاب القوى بدات ما بقاش كتعطي نفس النتائج، وكاين كاع بعد الرياضات اللي كنا جبنا فيهم ميداليات بحال الملاكمه، لكن للاسف حتى هي التمثيليه ديالها بدات غادا كتقلال، وكنشوفوا حتى الصعوبه ديال الملاكمين المغاربه باش يتاهلوا يمشيوا للالعاب الاولمبيه. كانت فقط ثلاثه ديال السيدات اللي حاولوا ما امكن انهم يوصلوا على الاقل باش يضمنوا ميداليه برونزيه، لان كنعرفوا الملاكمه الا وصلتي لربع النهائي فكيطلعوا جوج البوديوم. للاسف حتى هذه الرياضه اللي كنا كنتمنوا على الاقل جبنا شي نحاسيه ما كانتش. كتبقى على ان ما غاديش زعما ما تفاجئناش، لان ترتيب الالعاب الاولمبيه ما كيكونش مثلا في 4 سنين يمكن باش توجد بطل اولمبي سورتو في الالعاب الفرديه. كنظن كيتطلب شيئا ما من الوقت، من الامكانيات الماديه، وكذلك من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب باش تفرض واحد التهيئ يكون علمي، و يعني كتحاول ما امكن دير معك يعني لي كونديسيون دو ريوسيت يكونوا اوتور دو توا باش تحاول ما امكن داك هامش الخطا باش توصل ان شاء الله في المرحله دي تكون في الموعد. للاسف يمكن خصنا نراجعوا شي حوايج مثلا بحال الرياضه المدرسيه، لان دابا الان شفنا ان الولايات المتحده في اخر لحظات ديال الالعاب الاولمبيه فهي تجاوزت الصين باش بجوج ديال الرياضات اللي هي كرة السلة لا في إناث لا ذكور، وشفنا باللي بها باش تقاد مع الصين في 40 ميدالية ذهبية، ولكن هو عنده في ميداليات أخرى في فضية ونحاسية. وهذا كيبان باللي الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية في الولايات المتحدة فهي ناجحة لإبراز بعض الأبطال. لما لا حنا نحاولوا نديروا هذه المساله هذه؟ عاد كاينين ظروف اخرى، مثلا غياب مثلا البنيه التحتيه، مثلا كنتكلموا على السباحه ولا هذا، ولكن مثلا حنا في مدينه الدار البيضاء يلا عندنا مسبح اولمبي واحد. يعني كاينين اسباب ما نقولوا ممكنش الحصر ديالها ذاتيه موضوعيه يعني ديريكت انديريكت، يعني ما يعني السياسه ككل. سي يوسف، واش نقدروا نقولوا ان ما ينفق على الابطال من مال عام يحتاج لاعاده النظر؟ لا، خصنا نعرفوا شحال كيتنفق، وماشي قضيه المال العام، خصنا نعرفوا بعدا شحال كيتنفق. و سا فو با دير بان الا نفقتي راك ضمنتي ميداليه. علاش قلت لك انايا يعني خص استعمال لي ريسورس يكونوا مع ضمان كما قلت لك هامش الخطا يكون قليل. كيف قلتي في طرق علميه. يعني ماشي وما نمشوش مثلا انفيستيو في شي رياضات اللي حنا عارفين حنا يمكن حتى لا فيزيونومي ديالنا ما عمرنا ما غنربحوا مثلا. يمكن شحال هذيك كنا في الجونباز، مي واش عندنا مثلا رياضه الجونباز واش ديجا عندنا ابطال اللي نقدروا نقولوا بون فوالا لا مارش دو بروغيسيون عند هذا البطل يقدر يعطينا مثلا من 3 سنين من 5 سنين من 4 سنين؟ خاص المتابعه. الا كنا ما ضامنينش واحد البرنامج مثلا كيمشي على المدى المتوسط والبعيد، باسكو دابا راه الناس ديال اولمبيك لي جوز اولمبيك لي جو ديال لوس انجلوس اللي داروا في 28، راه الناس ديجا عندهم البروغرام ديالهم، ديجا عارفين شكون اللي من الممكن انه يوصل ويجيب المينيما باش يمشي يدخل يتاهل الالعاب الاولمبيه.
وكنظن باللي ابطال ديال لوس انجلوس دابا الان راه يمكن راه خدامين هذه واقيلا 4 سنين قبل وعارفين باللي بون يمكن شاركوا في باريس ما داروش نتائج ولكن ممكن يشاركوا او الثاني مره اخرى لان كيتسمى هذا ان ترومبلان. اما باش نبقاو نقولوا لا راه المال العام وكيتخسر وهذا شوف المحاسبه خصها تكون غير هو باش مابقاوش نغلطوا الراي العام نقولوا راه كيتنفق يمكن دابا الناس اش كيشوفوا كتشدهم ديك القضيه ديال شحال من رياضي مشى شحال من المرافق مشاو شحال خسرنا حنا في هذا لو ديبلاسمون بحال قلتي اون اجونس دو فواياج كتقول كلشي خسرنا الفلوس كومون سا سفي كيفي كوا شكون اللي عنده الاسبق يكون شكون اللي ما خصوش يكون هذه مساله خاص لو كنوم الكوميتي اولمبيك هو اللي يشوف ويشوف واش كانوا دي ديباسمون هو اللي خصو يجاوب على هذه المساله هذه. في نظرك سي يوسف علاش كاينين ابطال في بطولات اخرى كيجيبوا ميداليات وبطولات عالميه كيجيبوا ميداليات ولكن اللي كيمشيو للالعاب الاولمبيه كيعجزوا على تحقيق ذلك؟ ابطال مغاربه طبعا مثالاش مثلا كاين بحال خديجه المرضي كيجيبوا ميداليات في بطولات عالميه ولكن ما تيقدروش يجيو في الاولمبياد يستاصي علينا ذلك. ايوا شوف لان يمكن انا كنامن بالانستانتي يمكن في هذيك الفتره ديال بطولات العالم واش عارفين شكون يشارك شكون ما شاركش واش عارفين بان المستوى كيفاش داير واش متوسط ولا عالي يمكن المرضي سي فري في المشاركه ديالها في بطولات العالم كانت في واحد الظرف مهيئ مزيان يمكن بعد الولاده ديالها كيفاش واش غاد الفا ريكوبيري لو كيلو لي كيلو اللي كتلعب في في الصنف ديالها كيفاش كانت المتابعه لابري ولاده هادو ظروف ما كيتحكم فيهم حتى شي واحد ما يمكنش تقول لي او انت علاش ديتي بطولات العالم مفروض عليك دي ميداليه ذهبيه راه ما لي شوز ما سا باس با كوم سا خاص يعني ما كاينش كوزا في ماشي حيت انت بطل العالم يعني بلا ما تذكر غتمشي سي فورماليتي غتشاركي غدي ميداليه لا الامور ما كتكونش بحال هكذا لا ما كتكونش بهذه المنطقه هذا ما كنظنش. سي يوسف الراي العام الرياضي اليوم كيطالب بالمحاسبه ديال المسؤولين انت واش مع الاقاله ولا مع المحاسبه؟ لا هو انا شوف انا ما غنمشيش مع الاقاله علاش غنمشي مع الاقاله خصنا نعرفوا كيفاش قلت لك شنو المحاسبه هي مثلا علاش مثلا سورتو في الرياضات اللي قلت لك اللي كانوا كيعطيونا ابطال علاش ما نجحناش هنا نقدروا نقولوا اما واش تي بونس كو غنمشيو نتحاسبوا مع رئيس الجامعه ديال السكيت ديال السكيت بورد احنا ما شاركنا ولا ما كان ولا واش غنتحاسبوا مثلا مع الرياضه ديال السيرف ديال الخيام اللي حاول بخيام اللي حاول يدير نتائج واخا كانت مسكين راه حاول اللي لعب في يمكن في لوسياني يعني في طايتي يعني المحاسبه ما اعطيونا شي عام اللي اصلا حنا درنا فيه مثلا اكثر من 4 ميداليات باش نقولوا المحاسبه بحال مولفين كنجيبوا 20 ميداليه كل نسخه راه كينيا هو البلد الافريقي الاول اللي احتل المرتبه 17 وعندو 11 ميداليه منها 4 ديال الذهبيات دونك خصنا نعرفوا فين نقدروا نجيبوا ما امكن من الميداليات على حسب الامكانيات ديالنا سواء البدنيه يعني بطريقه علميه باش نعرفوا باش ما نبقاوش نضيعوا شي وقت في حاجه اخرى اللي باش نقولوا مشاركه من اجل المشاركه انا كنفضل ان نركزوا على الرياضات اللي ممكن حنا كنبرعوا فيهم وديما كنذكر على القوى والملاكمه لما لا اننا نشوفوا اللي ممكن يجيب لنا لي ميداي ما نقولكش افيك اقل تكلفه ولكن على الاقل بعدا كما قلتي قبيله المال العام يتوظف بواحد الشكل علمي يكون غاسيونيل باش نقولوا بان حنا حاولنا وان شاء الله يقدر يكون النتائج. سي يوسف شفنا ابطال مغاربه من اصول مغاربه اللي قدروا انهم يجيبوا ميداليات لبلدان اخرى كيفاش كيكون احساسك وانت كتشوف هذا الامر هذا؟ انا شوف انا بالنسبه لي عاديه المساله علاش؟ لان حنا فاش كتسلكنا في كره القدم كيجيو عندنا حنا فرحانين ودابا فاش في الرياضات الفرديه كله كيقلب على فين كيرتاح كل كيقلب على فين ممكن الفضاء ديالو فين يتعلق او كيفاش تم الاحتضان ديالو كنظن هذه مساله عاديه خصوصا في اطار هذه العولمه اللي ولات عندنا ولا يعني ولينا كساكنين يعني كتشوف مثلا بحال اللي فازت يمكن ما عرفتش بالماراثون من اصل اثيوبي اللي طلعت في البوديوم بالزيف ديالها يعني كيقول لك من هولندا باين هذيك ماشي هولنديه ولكن يمكن كبرات ربات خدموا عليها
لماذا لا يعني نحن نستفدوا باسكو راه ما كاينش غير رياضه كره القدم اللي تقدر تستفد من يعني المغاربه اللي بالخارج. ولكن واش كتبقى مساله ايجابيه ماشي ايجابيه ولا كتبقى كتبان بانك بغيت اميداي يعني ماشي كتمشي بحال تو ريكولت لو فروي دي زوتر. سي يوسف تكلمتي على كره القدم بغيت نعرف تعليقك على ما حققه المنتخب المغربي الاولمبي. واشوف انا بالنسبه لي عندي انا بقى في الحال اللي ما على الاقل ما ديناش الميداليه الذهبيه على اعتبار ان المنتخب المغربي فاجانا بالمستوى ديالو. علاش فاجانا؟ لان انا سانسيرمون ما كنتش كنظن على انه يمشي ابعد نقطه خصوصا ان اللاعبين اللي تم الاعتماد ديالهم اللي بهم باش دزنا لي جوز اولمبيك تقريبا ما كانوش ولكن كانوا مثلا بحال السيباري اللي الفريق ديالو ما رفض انه يعطيه باسكو سي با لي دات فيفا رفض انه يعطيه للتورنوا اولمبيك. زيد على ذلك ان الاستعدادات اللي كانت بواحد المدرب اللي ما كانش كيعرف العناصر في الاول اللي تم التغيير الشرعي بسكيتيوي بون بوتيتك هذه المساله بدات بحال كتليق بينا لان على شهرين ديال كوب دي موند حيدنا واحد درنا وليد ونجحات ولكن عاوتاني حيدنا الشرعي جبنا الطريق ونجحات وقيل عاوتاني غنبقاو نديرو كل ولماذا لا انا الا كان ضمان النجاح نديروها. دونك هو استعد هنا في المغرب وكذلك الدوري اللي كان جراه استعدادا في تركيا بواحد اللاعبين. ضيف الى ذلك على ان اللائحه ديال لي جوز اولمبيك ماشي هي 22 23 لاعب في لا ليست كاينين يلاه 18. ضيف على ذلك انه اختار ثلاثه ديال اللاعبين اللي اكثر من 23 سنه غير هو انا كان هذا السيد اللي اختار هاد ثلاثه ديال اللاعبين اللي زايدين على 23 سنه كنقول لي تبارك الله عليك. علاش؟ لان حنا فاش كنزيدوا شي واحد اللي عنده اكثر خبره هذا باش يعطي ديك لافالور اجوتي. وكنظن على ان هاد ثلاثه ديال اللاعبين عطاو قيمه مضافه سواء الكجوي حكيمي اللي كان قائد في المستوى سواء داخل خارج الميدان والرحيمي اللي شناه انه صباح الهداف ورحيمي كانت فرصه ليه باش يبين على انه يمكن في واحد الفتره من الفترات تظلم في عدم المنادات ديالو. ما غنقولش كان خصو عليه يمشي مثلا تم في لا كوب دي مون مي على الاقل كان رحيمي كان خصو يكون حاضر في كاس افريقيا ديال ساحل الهاج. واللي كانت زوينه هو انه طريق سكيتيوي مع توالي المباريات بانت باللي ليكيب مونت اون بويسونس وبانت باللي الدراري انسجموا بعضياتهم ويمكن الا نصفقوا لهم لان جابوا ميداليه ما نقولوا بطريقه غير لا ما كناش كنتظروا ميداليه ولكن فاش الفوز ديالنا على العراق وكذلك الفوز ديالنا على الولايات المتحده تماك بانت ممكن اننا نمشيو لابعد نقطه على الاقل ميداليه فضيه. ولكن الهزيمه امام اسبانيا هي اللي غيرت كلشي ولكن باش حنا المغاربه نقولوا ما بقاش فينا الحال ديك اللي ربحاتنا هي اللي دات لا ميداي دور بعد على الاقل نقولوا الفارق الوحيد اللي ربحنا راه هو الاسبان ولكن راه اللي ميداي دور. سي يوسف شكرا على الحضور ديالك معنا وشكرا اللي قدمتي لنا اليوم كنت سعيده بالاستضافه. شكرا ونقولوا فرصه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه الى اللقاء.